عقدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الامين العام لمجلس الشورى اجتماعا مع السيد اندي ريتشاردسون مدير برنامج الابتكار في البرلمانات لدى الاتحاد البرلماني الدولي واكدت العباسي ان الامانة العامة لمجلس الشورى حريصة على التوسع في استخدام وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤكدة الاهتمام بتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الشقيقة والصديقة الى جانب التعاون مع الاتحادات البرلمانية من جانبه اشاد السيد ريتشاردسون بالخطوات المتقدمه والمشاريع المتطوره التي تنفذها الامانه العامه لمجلس الشورى وحرصها على نقل تجاربها ومبادراتها في استخدام التقنيات الحديثه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي